كانت عندها التهاب أعصاب طرفية في الأربع أطراف. مش بنقدر نمشي. أنا عايزة أقول لكم مشيتها دلوقتي بعد ما ظبطناها كان عندها سقوط قدم. مش هنرفع رجلينا من هنا، احنا نمشي، احنا قلنا إيه؟ طبيعيين، لكن ما عندناش مشكلة. تمام؟ ده كان التهاب أعصاب طرفية. هي الحمد لله جت عندنا، كان في ضمور في العضلات بتاعت رجليها. كان عندها ضعف في عضلات الايدين والرجلين. لفي يا حبيبي، ده برافو برافو، مبسوطه قوي ان ركبتك مفروده، مبسوطه ان هي كانت بتمشي اصلا بترفع رجليها كده، عشان كده انا بقول لها كده. رجلك كانت تقيله، دلوقتي حسيتي ان هي خفيفه؟ خالص ما شاء الله، والمشيه بتاعتنا حلوه جدا جدا جدا، وباخد خطوه اكتر عن غير الكبير. الحمد لله يعني كده اهو، الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. تمام يا جماعه، ده التهاب اعصاب طرفيه كان ادى الى ضعف يعني رباعي، يعني اللي هو خلاص كان هندخل. انا قلت لها حتى الكلام ده، انا فيها عشر رباعي مش هتعرف تمشي خالص. وصلنا بقى وهي ما كانتش بتقدر تمشي، يعني دلوقتي ما شاء الله زي ما احنا شايفين. حلوه قوي الوقت، مبسوطه قوي. هايل هايل، عاجبني جافي عشان عاجبني، عارفه عاجبني كمان فرد ظهرك ما شاء الله. لما سمعتي لما بطلتي تتني ركبتك ظهرك فرد، ظهرك من ورا حلو قوي ما شاء الله. اه ظهرك جميل، عجبتني فرد ظهرك كمان وانتي ماشية. يلا ايدينا بقى، نرفع ايدينا لفوق، نرفع ايدينا لفوق، برافو. كل ده كان ضعيف يا جماعه، حلو قوي الالتزام بتاعنا كويس. حلو قوي. انتي واقفه بقى يا روبر، افتحي ايديكي للجنب، نقفل ونفتح، نقفل ونفتح صوابعنا. ما تقلقيش بتعمل كده، مامتها يا جماعه اللي معايا. يعني دي حالة التهاب أعصاب طرفية إصابت الأعصاب الأربعة وأدت يعني للشرع الرباعي، والحمد لله دلوقتي بنتحرك. يا حاج بلسة كنت بتقف كده زي ما كنت بتقف كده؟ لا كنت بتقف كده، كنت بتقف كده. كنت بتقف أيوه برفع، بس ما كنتش بقدر أقف ثابتة كده.